ما يمكنليناش بطبيعة الحال نحتفلوا بالموسيقى المغربية بلا ما نحتفلوا كذلك بالموسيقى الأمازيغية. وباش نحتفلوا اليوم بالموسيقى الأمازيغية وغادي يكون تكريم الحاج دمسيري وكذلك ولا السيد دمسيري وكذلك الحاج بالعيد، غادي ننادي على واحد الثنائي اللي داروا طبيعة الحال واحد ديو بهذه المناسبة، هذه بمناسبة الدورة الثانية للاحتفال بالموسيقى المغربية. وكنبغي نشكر بطبيعة الحال اللي حاضر معنا كذلك موسيقيا من خلال هذا الاحتفال هذا، حميد الدوسي، وتفيقات حارة ليه. غادي نمشيو وغادي نعيطوا وغادي ناديو جميع على فاطمة حيحيت وفلان ديال مجموعة رباب فوزيون. Lady.